الفخر والقلق مشاعر يبديها عمدة كييف فيتالي كليتشكو. الفخر لأن الموجودين داخل العاصمة يتمتعون بروح معنوية عالية لمواجهة الهجمات الروسية، والقلق أن تلك الروح قد لا تصمد أمام الوقت، فالناس على شفا كارثة إنسانية. المدينة محاصرة، يقول الملاكم السابق الذي يشغل منصب العمدة الآن. وهناك دفاع محلي من الوطنيين. ليس لدينا سيطرة بنسبة 100%، لأننا بنينا هذا الدفاع الإقليمي في فترة قصيرة جدا، لكنه دفاع وطني، الأشخاص فيه وطنيون. هنا تبدأ فكرة القوات الرديفة البطروحة بقوة على أكثر من صعيد. بدأت قبل الحرب، حين باشرت القوات الحكومية بتدريب المدنيين على استخدام السلاح، ومع الحرب تطوع هؤلاء نساء ورجالا. تم الاستيلاء على مسقط رأسي، وطلب مني أن أصل إلى هنا بالقرب من العاصمة وأن أبدأ في الحماية والدفاع. غير أن الرئيس زيلنسكي ذهب أبعد من ذلك، فيلق دولي لابد أن يشكل، باب التطوع للأجانب مفتوح. حظي ذلك المقترح بدعم دول غربية أعلنت عن تسهيلات للراغبين بالانضمام للتطوع. خطاب يتناغم مع الرؤية الداعية إلى تسليح المدنيين عبر تشريع أقره البرلمان، فضلا عن استدعاء قوات الاحتياط والتجنيد الإجباري. الرئيس الحالي ليس لوحده يعمل خارج السياقات التقليدية للدفاع. رئيس البلاد السابق بيترو بورنيشكو يشكل وحدة قتال سماها كتيبة الدفاع المدني، ليظهر مستعرضا حضوره الميداني بعد أن هزم في انتخابات عام 2019. الخلافات السياسية بين الخصوم تبدو غائبة عن المشهد الداخلي لأوكرانيا. الهجوم الروسي يلعب دوره في توحيد الصف المواجه، ويبقى تسليح المدنيين سلاحا ذا حدين، خصوصا مع قلة الخبرة في حرب قد تتحول إلى مواجهات مفتوحة في شوارع المدن المكتظة.